حفظكم الله، يذكر هذا السائل من السودان فضيلة الشيخ ويقول: لي ثلاثة من الأبناء توفوا في الشهر الثامن من العمر وأنا لم أعق عنهم ولم أسميهم، فهل يلزمني شيء في العقيقة والتسمية؟ لا يلزمك اللزوم، لكن يستحب أن تسميهم ويستحب أن تعق عن كل واحد إذا كانوا قد بلغوا أربعة أشهر. إذا كان الحمل توفي بعد أربعة أشهر بعد نفخ الروح فيه، فإنه يأخذ حكم المولود. يستحب أن يسمى ويستحب أن يعق عنه، ويجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويجب أن يدفن في مقابر المسلمين، يأخذ أحكام المولود. أما إذا كان قبل تمام أربعة أشهر فليس له شيء من هذه الأمور، لأنه لم تنفخ فيه الروح ولم توجد فيه الحياة. نعم.